بسم الله الرحمن الرحيم. من قناة النادي الأهلي أحييكم أعزائي مشاهدي ومتابعي القناة. معكم اليوم أحمد عمرو عطا، أسعد بصحبتكم في التعليق على مباراة كرة الطائرة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز رجال موسم 2017-2018، الجولة رقم 13، وهي الجولة قبل الأخيرة لتحديد المراكز من الأول للثامن وتحديد بطل الدوري لهذا العام. مباراتنا اليوم بين فريقين، المارد الأحمر النادي الأهلي ونادي سموحة. ونبدأ لقاءنا اليوم ونستعرض تشكيل الفريقين بأجهزتهم الفنية. تشكيل النادي الأهلي رقم 1 كابتن عبد اللطيف عثمان، رقم 2 كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق، رقم 3 عبد الحليم عبده، رقم 5 عبد الرحمن حسين، رقم 6 الشيخ أحمد سعد، رقم 7 محمد عادل سلامة، رقم 9 أحمد حمال عبد ربه، رقم 11 أحمد محمد عبد العالي، حسام يوسف 12، أحمد قب 15، شكري المحترف 16، أحمد سعيد 18، الليبرو محمد عصام عوض ومحمد رمضان عبد الحميد رقم 4 ورقم 17. الجهاز الفني كابتن محمد مصلحي مدير فني، مدرب عام كابتن تامر مجدي، كابتن محمد عبد الحميد محمد مدرب، كابتن محمد زكريا محلل تقني، هيثم عاطف طبيب. هنستعرض تشكيل فريق سموحة خلال المباراة. إعداد لمركز 4، دفاع محمد معوض، عبد الله عبد السلام، رفع خلفي محمد قب، أحمد قب، كرة تشانس بول حطها في مركز 4، بلوك كرة تشانس بول داخلة تاني ملعب النادي الأهلي، تشانس بول، إعداد سريع محمد عادل، هجمة قوية جدا بنقطة لصالح النادي الأهلي. عبد الله عبد السلام على الإرسال كابتن الفريق. في عجالة كده هنستعرض تشكيل فريق سموحة. نادي سموحة المركز 4 محمد أشرف، رقم 4، رقم 7 شريف رؤوف، رقم 13 أدهم محرم، رقم 16 محمود منصور، رقم 8 مروان عاطف. إرسال من عبد الله، كرة مرفوعة مركز 2، هجوم صاحب في مركز 6 بيعمل عليها تراي، نقطة لصالح فريق سموحة. اللاعب رقم 8 مروان عاطف على الإرسال. سبايك سيرف قوي جدا، محمد معوض استقبال اوت اوف سيستم، عبد الله عبد السلام يرفع كرة في 4 لقب يشوط كرة قوية جدا تاتش بلوك ونقطة لصالح النادي الأهلي. على الإرسال اللاعب رقم 16 شكري الجويني المحترف التونسي في صفوف النادي الأهلي. إرسال جامب فلوتر موجه على مركز 1، استقبال رفعة في مركز 2، تتشاط عبد الله يطلعها، محمد معوض يرفعها، كرة مسقطة محطوطة في مركز 6، مفيش ديفنس، نقطة لصالح النادي الأهلي. عبد الله بيوجه لعيبته، بيكلم البلوكرز بتوعه، نقطة لصالح النادي الأهلي. ولسه لاعب شكري الجويني على الإرسال. إرسال تكتيكي قصير، كرة مرفوعة في مركز 4، ديفنس من شكري في 6، كرة في مركز 4، تاتش بلوك وأوت لصالح النادي الأهلي من أحمد عبد العال. بيلعب في مركز 4 شكري جويني وكروسو أحمد عبد العال، وعبد الله عبد السلام صانع ألعاب وأوب أوبوزيت، كرة مرفوعة في مركز 2 باك باس، هجوم قوي جدا جدا من لاعب سموحة وتاتش في الديفنس تطلع أوتسايد، نقطة لصالح فريق سموحة. إرسال تاني لصالح فريق سموحة. إرسال جامب فلوتر، عبد العال بيستقبل كرة، عبد الله عبد السلام يطلع وان هاند بيرفع كرة سريع لمحمد عادل، بذكاء يمشي إيده في الكرة يخلصها لصالح النادي الأهلي.
عادل على الارسال لاعب دولي ارسال فلوتر قوي وبرايا يضرب كره سريع عبد الله عبد السلام كره مرفوعه لعبد العال دبل بلوك ياخد الكره كيل بلوك نقطه لصالح فريق سموحه شريف ايمن على الارسال لاعب صغير في السن ما شاء الله عليه يلعب ارسال سبايك في الاوت نقطه لصالح النادي الاهلي يروح على الارسال اللاعب قد رقم 15 ميز بقوه ارساله ارتقائه ما شاء الله ارسال قوي استقبال رفع كره هجمه من مركز 6 كفر تروح الكره الادهم يضرب كره في الاوت لصالح النادي الاهلي قطب مستني الكوره عشان يلعب سبايك سيرف كالعاده تركيز 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 ارسال قوي من اللاعب احمد قطب استقبال ورفع هجوم قوي جدا جدا من 6 من اللاعب ادهم محرم ونقطه لصالح نادي سموحه لاعب محمود منصور رقم 16 على الارسال لاعب مركز 4 سبايك سيرف يحاول عليها لعيبه النادي الاهلي ويدخلوها تاني شانس بول ليبرو كره مرفوعه حلوه في مركز 2 هجوم بالدبل بلوك كره تتبند وترجع عبد الله يرفعها في 4 ويكفر عليها محمد معوض واللاعب رقم 16 شكري الجويني لكن تاتش واوت ونقطه لصالح فريق سموحه ارسال مع اللاعب رقم 16 محمود منصور اسماعيل بيركز وبيلعب ارسال سبايك قوي استقبال عبد الله بيحاول على الكوره استقبال خاطئ وبيستفسر من الحكم الدولي الدكتور وائل قنديل الحكم الاول للقاء النهارده والحكم الثاني الكابتن ناصر حمدي بمساعده حكام الرايات كابتن هيثم المراكبي كابتن محمد مسعود كابتن محمد فوده وكابتن بسنت محمد ارسال من محمود منصور اوت والتكنيكال تايم اوت الاول وشايف الكابتن محمد مصلحي بيوجه لاعبته لا والله ده مش تكنيكال تايم اوت ده السكور 7 الجميع تايم اوت كابتن تامر تايجر بيوجه احمد عبد العال بيكلم قطب كابتن محمد مصلحي بيقول لعبد الله تعليمات بيشتغل عليها ارسال مع نادي الاهلي لاعب احمد عبد العال قمه التركيز المباراه النهارده مباراه حماسيه واعتقد فوز النادي الاهلي باي نتيجه توصلنا للتتويج ببطوله الدوري العام لموسم 2017 2018 هنتكلم عن انجازات النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت فريق النادي الاهلي فاز ب 28 بطوله في الدوري المصري من سنه 68 لغايه 2014 فاول توقف هنستعرض جزء من تاريخ النادي الاهلي
في بطولة الدوري وبطولة كاس مصر. اللاعب ابو راية من نادي سموحة على الارسال، هيلعب ارسال تكتيكي، ارسال جامب فلوتر، استقبالة قوية، عبد الحليم يحط كرة مسقطة تتلم وتدخل سهلة ملعب النادي الاهلي، كرة سريعة وعبد الحليم يضرب كرة قوية 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 من مركز ثلاثة، تاتش في الدفاع مركز خمسة وتطلع اوت، وبيقول لعبد الله كرة هايلة هات كمان هات. لاعب عبد الحليم عبو لاعب دولي منتخب مصر ما شاء الله، يعني حاجة قوية جدا، ولاعب من اللعيبة الاساسيين اللي بيرتكز عليهم المنتخب المصري. ارسال جامب فلوتر، استقبالة، الكورة من السكند بول تحطها معد الفريق رقم 18 أحمد أمير قربوع، اللاعب الجزائري محترف في صفوف نادي سموحة، هو كان لاعب في نادي برج بوعريج، أخذ أحسن معد عربي للأندية في سنة تونس 2016 في البطولة العربية. بيلعب إرسال، استقبالة من عبد العال، وكرة قوية جدا سريع من عبد الله يرفعها لمحمد عادل في نص الملعب. هجوم قوي جدا من عادل ما شاء الله عليك. النادي الاهلي بيتميز بقوه نص الملعب، الميدل بلوكرز بتوعه او السنتر بلوك اطوال وحاجه قويه ما شاء الله ما شاء الله. عبد الله يلعب ارسال سبايك قوي جدا واستقبال اي حاجه، وكره المعد يرفعها مش سليمه بتتحسب دبل على قربوع القصير بتاع فريق نادي سموحة. عبد الله لسه على الارسال ومركز، والضغط بقوه الارسال بتخلي الفريق بيرتاح نوعا ما. كره مرفوعه في اربعه في مركز اربعه، شريف ايمن بيحاول بذكاء يحطها في ايد البلوك، بس البلوك طلع اذكى من شريف وسحب ايده والكره اتحطت في الاوت. تايم اوت بيطلبه كابتن طارق الزفتاوي المدير الفني لفريق نادي سموحه علشان يوقف قوه ارسال عبد الله عبد السلام، وكلنا شايفين تعليمات الكابتن محمد مسلحي للعيبه، وبيقول لمحمد عادل حاول على قد ما تقدر تهرب من البلوك زي ما انت ماشي، ما تضربش في نص الملعب. وعبد الله بيوجه محمد عادل. المباراه اعتقد من وجهه نظري ما تقبلش الاسم على الاثنين للنادي الاهلي. عندنا هنستعرض نتائج النادي الاهلي بعد الجوله ال 12 قبل ما المباراه تبدا. النهارده كان النادي الاهلي متصدر، لعب 12 مباراه، فاز في ال 12 مباراه معاه 35 نقطه. ارسال قوي من عبد الله عبد السلام، وبرضه بيحاول يهرب من البلوك شريف ايمن، بس رايح له مين؟ اللاعب العملاق احمد قطب وقفل له الخط بالضبه والمفتاح، بيحاول يلف منه بس اخذها وبلوك لصالح النادي الاهلي. ارسال لسه مع عبد الله عبد السلام، ارسال قوي جدا على لاعب الليبرو النادي سموحه، كره مرفوعه في مركز اربعه يدافع عليها محمد معوض. يا سلام يا عبد الله، يرفع كرة سريعة لمحمد عادل، محمد عادل العملاق يطلع ياخد الكرة من أعلى نقطة، بلوك سنجل بلوك علشان تكون النتيجة 15-9 لصالح النادي الأهلي. استيل عبد الله عبد السلام على الإرسال، قوة الإرسال بتعمل فارق جامد جدا، إرسال قوي واستقبال أي حاجة وتترفع من اللاعب أربوع باك باست تشوت في الاوت عشان تبقى النتيجه 16-9 لصالح النادي الاهلي. والتكنيكال تايم اوت الثاني استعرض خلال التايم اوت نتائج النادي الاهلي، لعب 12 مباراه، فاز في ال 12 مباراه معاه 35 نقطه، فاز 8 مباريات 3-0 ومباراه واحده 3-1 ومباراه 3-2، ليه 36 شوط عليه 5 اشواط. متصدر الدوري
المركز الثاني نادي الجيش، لعب 12 مباراة، فاز في 10، اتهزم في مباراتين، عنده 30 نقطة. الزمالك 12 مباراة، فاز في 10، اتهزم في 2، عنده 30 نقطة، متساوي مع نادي الجيش، بس الجيش متفوق عليه في عدد الأشواط. سموحة في المركز الرابع، الطيران في الخامس، سبورتينج في السادس، الاتحاد السابع، نادي 6 أكتوبر في المركز الثامن. وينتهي التايم اوت، التكنيكال تايم اوت، ويرجع الفريقين للملعب. وعبد الله عبد السلام على الارسال، والنتيجه 16-9 لصالح النادي الاهلي. تفوق بالارسال لصالح النادي الاهلي، ويأمن ارساله كده عبد الله، ويلعب ارسال بالعقل واستقباله ورفعه وكره سريعه تتشط في الاوت، ونقطه للنادي الاهلي. قوة الإرسال بتفرق مع أي فريق، وبتضغط على الفريق المنافس، وبتخلي الفرقة تلعب بأريحية طول ما هي كسبانة فرقة ليدنج 2 بونت 3 بونت أعتقد، يعني بتخلي اللعيبة مرتاحين. إرسال قوي جدا، مروان يحط كرة سهلة، عبد العال ياخد الكرة أوفر هاند، كرة سريعة لمحمد عادل يلعبها تاتش في السنجل بلوك، ونقطة لصالح النادي الأهلي، وتصبح النتيجة 18-9 للمارد الأحمر. فوز النادي الأهلي في مباراة اليوم بيأمنه للوصول للتتويج ببطولة الدوري العام لهذا الموسم، ويبقى مباراة في الجولة 14 يوم الأحد إن شاء الله مع نادي الجيش، وهتبقى نتيجتها تحصيل حاصل، وكرة تترفع لأحمد قب يحطها ايزي تاب بليس من فوق الدبل بلوك. ما شاء الله عليك يا قب، من أي مكان بتضرب، من 2 بتضرب، من 4 بتضرب. ويطلب تايم اوت كابتن طارق الزفتاوي المدير الفني لنادي سموحة، مدرب واعد من الشباب الصاعدين ما شاء الله عليه، خبرة وذكاء في الملعب، ونتائج كمان مع نادي سموحة من أول ما تولى المأمورية. استكمال لتشكيل نادي سموحة، كنت وصلت معاكم أعزائي المشاهدين للاعبي مركز 2، كان شريف أيمن محمود، محمد ممدوح علي، والمعدين خالد الفيومي وأحمد قربوع محترف الجزائري، ولاعبي مركز 3 محمد رضا ومحمد أبو ريا ومحمد يحيى، والليبرو رامي محمد نجار ومصطفى يسري مصطفى. انتهى التايم اوت، وارسال من عبد الله عبد السلام، سبايك سيرف قوي جدا في الشبكه، نقطه لصالح فريق نادي سموحه. ارسال سبايك من لاعب نادي سموحه شريف ايمن، استقباله بايظه، عبد الله يامنها ويرفع كره سريع محمد عادل، في كيمستري بينهم هما الاثنين عبد الله ومحمد عادل، كل ما بيشوفه في المنطقه الاماميه بيديله، وما شاء الله مكسب كبير للنادي الاهلي، كل كوره خلصانه. لاعب شكري على الارسال، بيلعب ارسال فلوتر، لاعب ذكي جدا، الكوره في ايد محمد عادل تتبنط في ايديه ويعمل عليها كفر على نفسه، بس نقطه الكرة تقع قدامه ما يعملش فيها أي حاجة، ونقطة لنادي سموحة. والكابتن طارق الزفتاوي بيطلب تغيير، نزل خالد الفيومي المعد الثاني رقم 2 على الإرسال، بيلعب إرسال سبايك في مركز 1، استقبال من شكري، كرة لعبد الله عبد السلام، يا سلام يا عبد الله، يرفعها لمحمد عادل، كويك اتاك في ظهره كده، بيتقال عليها بلغه لعيبه الفولي 2، ويطلع محمد عادل يشوطها في الزاويه الحاده في الاوت، نقطه لصالح سموحه. ارسال من خالد الفيومي، استقباله ورفعه حلوه 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 من عبد الله، بيحاول قطب يهرب من الدبل بلوك في الزاويه الحاده، لكن يشوط الكره في الاوت، ونقطه لصالح نادي سموحه.
ويطلب تايم اوت كابتن ميدو مصلحي، والنتيجة 20-13 لصالح النادي الاهلي، ويكلم كابتن ميدو مصلحي قطب، يكلم اللاعب احمد قطب بيقول له ما ينفعش تطلع من فوق كده وتشوط الكورة في الزاوية الحادة في الاوت. انتهي التايم اوت وما زال فريق النادي الاهلي متقدم 20-13 في الشوط الاول. لاعب خالد الفيومي على الارسال، بيلعب ارسال سبايك قوي جدا، شكري يستقبل الكوره ويرفع الكوره عبدالله عبد السلام لاحمد عبد العال رقم 11، يخلص الكوره من مركز 4 نقطه مباشره، ويروح اللاعب محمد عادل على الارسال. استني إشارة الحكم الأول دكتور وائل أنديل، إرسال جامب فلوتر استقباله صوابع اللاعب أبو رايا، بيطلع يضرب كرة سريع في نص الملعب، نقطة لصالح نادي سموحة لتصبح النتيجة 14-21. إرسال سبايك خارج حدود الملعب ونقطة لصالح النادي الأهلي، يقترب الشوط الأول من نهايته والنتيجة 22-14 لصالح النادي الأهلي. إرسال قوي جدا من اللاعب أحمد قطب، بيجيب بيه نقطة مباشرة إيس علشان تبقى النتيجة 23-14. لعيب النادي الأهلي بيلعبوا بأريحية، والسكور فرق كبير لصالح النادي الاهلي. ارسال سبايك قوي من قطب بس في الاوتسايد، ونقطه لصالح فريق نادي سموحه، ويروح اللاعب رقم 16 محمود منصور على الارسال، يحاول يخلص الفارق، ويلعب ارسال سبايك مركز 5 مستقبله اللاعب احمد عبد العال، وكره عبد الله يرفعها سريع لعبد الحليم عبو، يجيب بيها نقطه مباشره في اخر الملعب عشان تبقى النتيجه 24-15 لصالح النادي الاهلي. اللاعب احمد عبد العال على الارسال، يلعب ارسال جامب فلوتر على لاعب الليبرو، ويجيب بيه نقطه مباشره يا ولد يا ولد يا ولد في الاوت علشان تنتهي نتيجة الشوط الاول لصالح النادي الاهلي 25-15. زمان كابتن ميدو مصلحي دلوقتي بيفكر في تشكيله، هيخلي التشكيل زي ما هو ولا هيغير في التشكيل. نستعرض الجهاز الفني لفريق نادي سموحه، كابتن طارق الزفتاوي مدير فني، الكابتن عمرو ابراهيم راشد مدرب عام، الكابتن محمد مديم مدير اداري، مصطفى القاضي محلل تقني، ابراهيم جمعه مدلك، رجب عبد النبي مشرف عام على فريق نادي سموحه. استكمالا لنتائج النادي الاهلي، فاز النادي الاهلي ب 28 بطوله في الدوري العام المصري، بداية من سنة 68، سنة 76 و77 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و90 و94 و95 و96 و99 و2000 و2002 و2003 و2004 و2006 و2007 و2009 و2010 و2011 و2013 و2014. فاز فريق النادي الاهلي ب 16 بطوله في كاس مصر سنه 87 و88 و90 و96 و99 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011 و2013 و2014. نجح فريق النادي الاهلي بالتتويج في البطولات الخارجيه، منها بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري 12 مره،
وهو يعتبر أكبر وأكثر فريق حصل على هذه البطولة في تاريخها، ويلي فريق الصفاقسي بست بطولات فقط. يجري اللاعبين البدلاء الإحماء خلال الشوطين. بيدي الحكم الأول الكابتن وائل أنديل الإشارة لبدء الشوط الثاني، وأعتقد كابتن محمد مسلحي تشكيله زي ما هو ما غيرش فيه. نتيجة المباراة دي إن شاء الله تخلي المارد الأحمر يتوج بعرش بطولة الدوري المصري لعام 2017-2018، وتدي دفعة قوية جدا لتجهيز الفريق لخوض بطولة أفريقيا للأندية المزمع إقامتها يوم 25 شهر الجاري على صالة الملك فيصل إن شاء الله في فرع النادي الأهلي بالجزيرة. لعيب سموحة بيحاولوا جاهدين إن يقدموا مباراة قوية، بس النادي الأهلي أقوى بكتير فرديا وجماعيا. الأداء الجماعي نازلين مركزين كويس جدا. عبد الله عبد السلام هيبدأ على الإرسال كالمعتاد، إرساله لسبايك يأمن الإرسال، مروان استقباله بالقصير لاعب الجزائري، كرة في أربعة مرفوعة، مروان يطلع يضربها ونقطة لصالح نادي سموحة عشان تكون النتيجة 1-0 لصالح سموحة. لاعب رقم 18 أحمد أمير قربوع اللاعب المحترف الجزائري في صفوف نادي سموحة على الإرسال. إرسال جامب فلوتر عبد العال استقباله بره، كرة تترفع في أربعة وتترد، كرة في ستة تاخد بلوك من عبد الحليم يطلع ياخدها، يا ولد يا عبد الحليم، نقطة لصالح النادي الأهلي. لاعب شكري على الإرسال، إرسال تكتيكي بنقطة مباشرة، الله عليك يا شكري، الله، نقطة لصالح النادي الأهلي. مركز جدا لاعب شكري المحترف التونسي في صفوف النادي الأهلي وعامل موسم مش بطال مع النادي. إرسال جامب فلوتر قصير، مروان استقباله من على خط التلت، قربوع يرفع كرة باك باص لمروان يطلع يشوطها في الخط لكن خارج حدود الملعب، نقطة لصالح النادي الأهلي. لسه اللاعب شكري رقم 16 على الإرسال، يلعب إرسال جامب فلوتر على الليبرو، استقبالة بايظة لكن عبد الحليم ما يقفلش الزاوية مع اللاعب أبو ريا وتتضرب كرة سريعة في ملعب النادي الأهلي، ونقطة لصالح فريق سموحة عشان تبقى النتيجة 2-3. إرسال من اللاعب مروان النادي سموحة، سباك سيرف قوي جدا لكن حكم الراية بيقول الكرة خارج حدود الملعب، ونقطة لصالح النادي الأهلي، ويخرج اللاعب الليبرو محمد معوض وينزل محمد عادل في المنطقة الأمامية. اللاعب عبد الحليم عبو على الإرسال، إرساله قوي جدا، يلعب إرسال جامب فلوتر مركز 6، استقبال أي حاجة وكرة مسقطة من اللاعب شريف أيمن من مركز 2 جوه خط ثلث النادي الأهلي، ونقطة لصالح فريق سموحة علشان تصبح النتيجة 3-4 لصالح النادي الأهلي. اللاعب أبو راي على الإرسال، بيلعب إرسال جامب فلوتر، وكورة نقطة مباشرة تقع جنب اللاعب شكري علشان يتعادل فريق سموحة 4-4 مع النادي الأهلي.
اللاعب ابو رايه ارسال استقبال اي حاجه من عبد العال، الكره تدخل في الملعب للنادي الاهلي ويطلع شكري يشوطها بره الملعب. شكري الجويني لاعب ذكي جدا ولاعب خفيف وحريف بلغه الفولي. مكسب كبير للنادي الاهلي. ارسال من اللاعب ابو رايه خارج حدود الملعب ونقطه مباشره للنادي الاهلي عشان تكون النتيجه 5 الجميع. ويروح على الارسال اللاعب احمد قض. استني اشاره الحكم ويرفع الكوره يحط ارسال سبايك في مركز واحد على الليبرو. وكوره الله متشاطه قويه بس اللاعب محمد عادل ما يحطش ايده فيها وتوقعها اوت. ونقطه مباشره لفريق سموحه علشان تكون النتيجه 6-5. لاعب شريف ايمن على الارسال. نط الكوره وبيركز بيلعب ارسال سبايك يجي في النت استقباله وكوره من قضب متشاطه يا ولد في مركز واحد قويه جدا 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 المدفعجي احمد قضب لاعب النادي الاهلي ولاعب المناظر للمعد بيضرب امامي وبيضرب خلفي ما شاء الله عليه. نقطه لصالح النادي الاهلي وعلى الارسال للاعب احمد عبد العال بيلعب ارسال جامب فلوتر في الشبكه ونقطه لصالح فريق سموحه. بيروح على الارسال لاعب محمود منصور لاعب مركز 4 لنادي سموحه. يرفع الكره ويلعب ارسال سبايك. محمد معوض استقبال الكره الاولى عبد الله عبد السلام القض وكره متشاطه في البلوك واشاره من الحكم الاول الدكتور وائل قنديل بلمس الشبكه ونقطه لصالح النادي الاهلي. استلم اللاعب محمد عادل على الارسال يلعب ارسال موجه في مركز 6 بنقطه مباشره يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد عادل نقطه مباشره لصالح النادي الاهلي علشان تكون النتيجه 8-7 والتكنيكال تايم اوت الاول خلال الشوط الثاني. تقدم النادي الاهلي في الشوط الثاني بنتيجه 8-7 وانا شايف كابتن محمود جمعه بيوجه اللاعب علشان يحط ايده في البلوك كويس وكمان الكابتن تامر تايجر والكابتن ميدو مصلحي بيتكلموا مع عبد الحليم عبو ومع عبد الله عبد السلام. كابتن ميدو تاريخ كبير تاريخ كبير مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. عبد الله عبد السلام بيشجع زمايله علشان ينهوا المباراه وياخدوا لقب الدوري المصري. محمد علي على الارسال. ارسال جامب فلوتر موجه في مركز واحد استقبال صوابع من اللاعب منصور وكره متشاطه تاتش بلوك ويحطها عبد الله سلام اللاعب شكري يشوطها وكوره دافع عليها احمد عبد العال ويدخلها تاني قض في الملعب وردها عبد العال في الملعب كوره تشانس بول وكوره مرفوعه في مركز 2 لشريف ايمن يشوطها في الاوت علشان يروح الارسال للنادي الاهلي بنقطه علشان تكون النتيجه 9-7 لصالح النادي الاهلي. محمد عادل على الارسال كره سهله داخله ملعب النادي الاهلي مش مركزين فيها وتلمس ايد المدافع وتطلع خارج حدود الملعب علشان تكون النتيجه 8-9 لصالح النادي الاهلي. اللاعب ابو ريه محمد ابو ريه رقم 11 على الارسال. عبد الله بيشاور اللعيبه استقبال محمد معوض عبد الله يرفع كره باك باص لقض يا سلام يا قض يا سلام يا قض مدفعجي النادي الاهلي من اي حته بيشوط من مركز 2 بيشوط من مركز 4 بيشوط من مركز 1 بيشوط
ربنا يحميك يا قطب، ربنا يحميك. نقطة مباشرة للنادي الأهلي، وعبد الله عبد السلام على الإرسال، يلعب إرسال سبايك قوي جدا لكن خارج حدود الملعب. علشان يروح الإرسال لفريق سموحة، على الإرسال للاعب رقم 18 صانع اللعب أحمد قربوع، يلعب إرسال جامب فلوتر، استقبالها من عبد العال، بايظة تروح لقطب يرفعها في مركز 2 لشكري يحطها سهلة، وكرة مرفعة من 4 تيجي سهلة، وعبد الله عبد السلام بيعمل حركة يرفع الكرة بدماغه، بس كان الحكم صفر خلاص. نقطة على فريق النادي الأهلي لصالح نادي سموحة. لسه على الإرسال صانع اللعب أحمد قربوع، النتيجة 10 الجميع. إرسال موجه عبد العال، استقبالة تترفع من عبد الله عبد السلام، الله عليك يا عبد الله، في مركز 4، ويطلع أحمد قطب يشوطها في قلب الملعب بنقطة مباشرة عشان تكون النتيجة 11-10 لصالح النادي الأهلي. لاعب شكري جويني على الإرسال، لعب إرسال فلوتر، استقبالة بايظة، اترفعت في مركز 4، ويا سلام على الدبل بلوك المكون من قطب وعبد الحليم عبو، الاثنين عمالقة طالعين قافلين الشبكة. مهاجم فريق نادي سموحة معرفش يتصرف في الكورة، واتاخدت كيل بلوك قبل ما ينزل على الأرض، ويطلب الكابتن طارق الزفتاوي تايم أوت لصالح فريق نادي سموحة. النتيجة 12-10 لصالح النادي الأهلي. كابتن محمد مصلحي بيكلم عبد الحليم وبيكلم شكري، وتوجيه على مهارة البلوك. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، النادي الأهلي بيستعد بخوض منافسات بطولة أفريقيا اللي بيستضيفها في صالة الملك فيصل بفرع النادي الأهلي في الجزيرة، اللي هتقام بداية من يوم 25 الشهر الجاري. إرسال من لاعب شكري جويلي في بطن الشبكة، ونقطة لصالح نادي سموحة 11-12. توج فريق النادي الأهلي ببطولة أفريقيا العام الماضي، وإن شاء الله تبقى دفعة كويسة جدا للنادي الأهلي الفوز ببطولة الدوري المصري الموسم ده، علشان يحافظ كمان على تتويجه ببطولة أفريقيا. واحمد قطب يحط كرة كده بالعقل قوي ببطن ايديه، تاتش بلوك واوتسايد، ونقطة مباشرة للنادي الاهلي عشان تكون نتيجة 13-11. عبد الحليم مع الارسال، يلعب ارسال موجه، استقباله سهل وترفع باك باص، ويطلع شريف ايمن يخلصها بسنجل بلوك، ونقطة لنادي سموحة عشان تكون النتيجة 12-13 لصالح النادي الاهلي. قام هذه المباراة على ملاعب صالة اتحاد الشرطة الرياضي. إرسال استقبالة من عبد العال، ورفع من عبد الله، الله يا عبد الله، ويطلع أحمد عبد العال يشوط كرة قوية جدا في الدبل بلوك، تلمس وتطلع خارج حدود الملعب عشان تكون النتيجة 14-12. عبد العال على الإرسال، إرسال سبايك قوي جدا موجه لمركز 1، ويحاول عليها ليبرو فريق نادي سموحة، وتخبط في ايده وتطلع خارج حدود الملعب، ونقطة مباشرة لصالح النادي الأهلي عشان تكون النتيجة 15-12. إرسال سبايك من أحمد قطب، أحمد قطب يلعب ارسال جامد جدا، وكره سهله داخله حدود النادي ملعب النادي الاهلي، ويطلع احمد عبد العال يلمس الشبكه، ونقطه لصالح نادي سموحه. لاعب شريف ايمن على الارسال، كابتن طارق الزفتاوي بيطلب تغيير 2 لعيبه،
بيطلع ينزل رقم 12 وينزل رقم 2 خالد الفيومي ويطلع احمد قربوع ويطلع شريف ايمن. تغييره المعد واللاعب المناظر المعد الاوبوزيت خالد الفيومي كابتن فريق نادي سموحة على الارسال، بيلعب ارسال سبايك في الشبكه ونقطه مباشره لصالح النادي الاهلي عشان تكون النتيجه 16-13. ووقت المستقطع الفني الثاني خلال الشوط الثاني، وعبد الله بيسلم على حسام يوسف. فرحه كبيره للنادي الاهلي بلقب الدوري ان شاء الله لا يحصل عليه النهارده رسميا بعد الفوز. وانا شايف عبد اللطيف عثمان النجم الكبير بيهزر مع عبد الحليم عبو، روح جميله بين اللعيبه. كابتن ميدو مصلحي بيكلم شكري بيديله تعليمات، وعبد الله بيكلم شكري برضه بيديله تعليمات. وتغيير في صفوف النادي الاهلي، بينزل لاعب رقم 18 وبيخرج اللاعب شكري. ارسال لاعب النادي الاهلي واستقباله مظبوطه جدا، وكره تترفع من خالد الفيومي لمنصور يضربها في الزاويه، كره قويه جدا ونقطه لصالح نادي سموحه عشان تكون النتيجه 14-16. لاعب منصور بيلعب سبايك سيرف، كره سهله استقباله حلوه من عبد العال، تترفع من عبد الله للعملاق احمد قض ويطلع يشوطها قويه جدا بنقطة مباشرة للنادي الأهلي عشان تكون النتيجة 17-14. يروح محمد عادل على الإرسال، إرسال جامب فلوتر لاعب مركز 4 يستقبله بكرة مرفوعة في مركز 2. ويا ولد يا ولد يا ولد، لاعب مركز 4 أحمد سعيد شفيق اللي نزل مكان اللاعب شكري بيطلع ياخد بلوك سنجل بلوك بنقطة مباشرة. والأفضلية دائما للنادي الأهلي 18-14 وإرسال جامب فلوتر خارج حدود الملعب ونقطة مباشرة لصالح نادي سموحة. ويخرج اللاعب الليبرو من صفوف نادي سموحة وينزل اللاعب المهاجم على الارسال لاعب ابو ريه. ارسال جامب فلوتر استقباله وحشه من عبد العال ورفعه، احمد سعيد يطلع يحطها بصوابعه خارج حدود الملعب وبيعترض احمد سعيد على الكوره وبيقول للكابتن وائل انديل كوره تاتش في ايد البلوك. وارسال مع نادي سموحه، ارسال فلوتر استقباله حلوه ورفعة جميلة 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 يا عبد الله، وشوطة أقوى من اللاعب العملاق أحمد قض بنقطة مباشرة تخبط في إيد الدفاع في مركز 5 وتطلع خارج حدود الملعب عشان تبقى النتيجة 19-16 لصالح النادي الأهلي. عبد الله على الإرسال، إرسال سبايك يجي الحافة العليا للشبكة وينزل سهل في ملعب نادي سموحة ويترد، وكرة سهلة تيجي تاتش في ايد الدفاع وتطلع بنقطة مباشرة. ونفس التغيير بيتعمل تاني، اللاعب رقم 18 بينزل الملعب وبيخرج خالد الفيومي وبينزل اللاعب رقم 23 شريف ايمن. سال جامب فلوتر قربوع استقباله ورفعه من عبد الله، ويا سلام يا عبد الحليم، يا سلام يا سلام يا عبد الحليم، كرة قوية وطالع ضاربها من فوق البلوك بنقطة مباشرة عشان تبقى النتيجة 20-17 لصالح النادي الأهلي.
احمد سعيد شفيق صفقه ناجحه من صفقات النادي الاهلي ولعيب مؤثر سنه صغير، ارسال واستقباله ورفعه في مركز اربعه ويطلع دبل بلوك قطب عبد الحليم، لكن الكره تلمس في ايديهم وتخرج خارج حدود الملعب عشان يقرب الفارق لنقطتين بس، وما زال النادي الاهلي متقدم في الشوط الثاني بسكور 20-18. سلم اللاعب مروان قوي جدا، سبايك سيرف، عبد الله بيرفع الكره في مركز اثنين، قطب يخلصها بقوه وذكاء، مفيش كده، يعدي الكره من البلوك ويطلع يحطها بنقطه عشان تكون النتيجه 21-18. وينزل اللاعب رقم 6 شريف احمد على الارسال مكان عبد الحليم، لكن بيطلب كابتن طارق الزفتاوي وقت مستقطع علشان يوقف نزيف النقط ويحاول يقلل من الفرق. وانا شايف التعليمات من عبد الله لاحمد سعيد، وكابتن محمد مصلحي بيوجه اللعيبه علشان يفنشوا. عبد اللطيف عثمان بيكلم برضه لعيبته، لعيب كبير، بيتكلم مع قطب، بيتكلم مع عبد الله، بيقول لهم خلصونا من الشوط ده علشان نرتاح. اللاعب شريف احمد على الارسال، اللاعب رقم 6، ارسال تكتيكي موجه لمركز 5 على الليبرو، استقبال اي حاجه ومعد قربوع ويطلع يرفعها لشريف ايمن، وشريف في البلوك وكوره داخله سهله وتترد. الله 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 عليك، الله الله الله، ايه الحلاوه دي؟ هايل يا عبد العال، يطلع عبد العال بذكاء كده، الكوره كان فيها لخبطه ودخلت ملعب النادي الاهلي سهله، ويطلع يخلصها بكل ذكاء. وما زال اللاعب شريف احمد على الارسال، يلعب ارسال جامب فلوتر بنقطة مباشرة، ما يقدرش يعمل لها حاجة اللاعب الليبرو لفريق نادي سموحة، بتنزل بنقطة عشان تبقى النتيجة 23-18. تغييرة ناجحة، كابتن محمد مصلحي بيسلم على اللعيب شريف، نزل نفذ التعليمات، ارسال تاني موجه على الليبرو، استقبالة مظبوطة وكرة مرفوعة في أربعة، ويطلع اللاعب رقم 16 منصور يشوط الكرة تلمس ايد البلوك وتطلع خارج حدود الملعب. نقطة مباشرة عشان تكون النتيجة 19-23 لصالح النادي الاهلي. ارسال جامب فلوتر، استقبالة بايظة، اي حاجة، محمد عادل تقلش من ايديه وترجع في اخر الملعب، ونقطة لصالح نادي سموحة عشان تكون النتيجة 20-23. كابتن محمد مصلحي بيطلب تايم اوت عشان يوقف النقط، وبيتكلم مع عبد العال وعادل، بيقول لهم الغلطة دي كرة سهلة، ما ينفعش نغلط كرة زي دي، استقبالة بايظة، لازم تدخل الملعب بطريقة أحسن من كده. عبد العال بيسلم على معوض، وراح عبد الله عبد السلام بيكلم دكتور وائل انديل، ارسال مع فريق نادي سموحه مع اللاعب رقم 11 محمد ابو رايه، ميدل بلوكر فريق نادي سموحه، لعيب كبير، يلعب ارسال جامب فلوتر في بطن الشبكة، ونقطة مباشرة لصالح النادي الأهلي عشان تكون النتيجة 24-20. نفصلنا نقطة واحدة عن نهاية الشوط الثاني، ويجري الكابتن محمد مصلحي تغييرة، يخرج
عبد الله عبد السلام وينزل حسام يوسف. سال سبايك قوي جدا في الشبكه من احمد قض، والنتيجه 21-24 لصالح النادي الاهلي. يروح اللاعب شريف ايمن على الارسال، يلعب ارسال سهل، استقباله من احمد سعيد وكوره مرفوعه باك باص هايل هايل هايل، يرفعها حسام يوسف لاحمد قض ويخلصها. يا ولد يا قض ما شاء الله عليك، ربنا يحميك، علشان تصبح النتيجه 2 للنادي الاهلي لا شيء نادي سموحه. يفصلنا شوط واحد فقط عن التتويج ببطولة الدوري لهذا الموسم. نستعرض جزء بسيط من نتائج فريق الأنسات في بطولة أفريقيا اللي بتقام دلوقتي على ملاعب على صالة النادي الأهلي، صالة الملك فيصل. النادي الأهلي فاز على نيوكامبا الأوغندي 3-0 بنتيجة 25-7 25-12 25-16، والفوز الثاني للنادي الأهلي على ريفينيو الرواندي 3 أشواط مقابل لا شيء بنتيجة 25-13 25-10 25-16. ويتبقى في دوري المجموعات آخر مباراة غدا مع نيونج الكاميروني في تمام الساعة الثامنة مساء إن شاء الله. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي وللحفاظ على لقب بطولة أفريقيا للعام السابق. دعوتنا بالشفاء للاعب محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي ولاعب المنتخب المصري، والعودة السريعة من الإصابة للحاق بفريقه إن شاء الله في البطولات القادمة. ويجري اللاعبين البدلاء الأحماء أثناء فترة الراحة بين الشوطين. أنا شايف هدوء في المباراة، نادي الأهلي متسيد المباراة والحمد لله بفارق كويس في الشوط الاولاني والشوط الثاني. بينزل لعيب ارض الملعب ونزل لهم اللاعب عبد اللطيف عثمان، اتكلم معاهم ويقول لهم يلا باقي 25 نقطه فقط على لقب بطوله الدوري. نتائج مفرحة لفريق النادي الأهلي هذا الموسم، 12 جولة بدون هزيمة، والنهاردة إن شاء الله يبقى الجولة 13، ويلقب النادي الأهلي ببطولة الدوري بالعلامة الكاملة إن شاء الله. اللاعبين منتظرين إشارة الحكم الأول لبدء المباراة، لبدء الشوط الثالث من المباراة. كابتن محمد مسلحي واقف على الخط بيتكلم مع اللعيبة، بينزل لاعب محمد معوض وبيخرج محمد عادل. إرسال مع فريق نادي سموحة، معد الفريق احمد امير كربوع لاعب رقم 18، ارسال لمركز 6 واستقباله من عبد العال. ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، فنت كده من بتوع زمان من عبد الله عبد السلام، ويدخل اللاعب سنتر بلوك بي، ويدخل احمد سعيد يضرب سنتر من نص الملعب، وحاجه كده ايه جميله. نقطه مباشره النادي الاهلي وعبد الله عبد السلام، ارسال سبايك احمد كربوع يرفع الكوره باك باص، ويقول الكابتن
وائل قنديل ان في اجتياز على الشبكه من حائط الصد النادي الاهلي، ونقطه للاعبي نادي سموحه، واللاعب مروان على الارسال يلعب ارسال سبايك في الشبكه، نقطه مباشره لصالح النادي الاهلي لتصبح النتيجه 2-1. يروح على الارسال اللاعب احمد سعيد شفيق، عامل موسم مش بطال، ويلعب ارسال سبايك في بطن الشبكه. مش عارف مستوى، حاسس مستوى متذبذب شويه، شويه فوق وشويه تحت، لازم يركز اكتر من كده. لاعب مستقبل قدامه ما شاء الله عليه. تصبح النتيجة 2-2 والإرسال مع اللاعب أبو رايا، استقبالة من عبد العال بايزة، حطها عبد الله في مركز 6، أحمد سعيد يدخلها الملعب، وكرة مرفوعة في مركز 2، اللاعب رقم 4 من نادي سموحة محمد أشرف يشوط الكرة في حائط الصد وتطلع خارج حدود الملعب، وأول تقدم لفريق نادي سموحة خلال المباراة 3-2. ارسال فلوتر، استقباله بايظه، ويطلع احمد عبد العال يحطها في الدبل بلوك وتطلع خارج حدود الملعب عشان تكون النتيجه 3 الجميع. يروح اللاعب العملاق عبد الحليم عبو على الارسال، يلعب ارسال جامب فلوتر في الشبكه، ارسالات ضايعه كتير جدا، دي المهاره الوحيده اللي اللعيب بيلعبها من غير اي ضغط، وهو اللي بيحط الكرة لنفسه. النتيجة لصالح فريق سموحة 4-3. إرسال سهل وخارج حدود الملعب لصالح النادي الأهلي عشان تكون النتيجة 4 الجميع. يروح اللاعب أحمد قطب على الإرسال، سبايك سيرف مركز 6، استقباله بايظه وتطلع سهله، حط سهله في ملعب النادي الاهلي، كره مسقطه يعمل عليها تراي محمد معوض، لكن الدبل بلوك يلمسها وتبقى نقطه لصالح فريق سموحه. النتيجه 5-4 لنادي سموحه. ارسال سبايك، استقباله مظبوطه، ويطلع عبد الله يحطها سريع لمحمد عادل ويهرب من البلوك ناحيه مركز 1، وعبد الله بيقول له اديله التعليمات، حاول تهرب منه كده او قرب مني قرب مني، كل ما تلاقيني رايح بعيد مع الكوره قرب مني خش عليا كلوز. احمد عبد العال على الارسال، لسه بتكلم في ضياع الارسالات، كم الارسالات الضايعه دي، غلطات مباشره للعيبه دوليين. نقطه لصالح فريق نادي سموحه عشان تكون النتيجة 6-5. إرسال جام فلوتر، استقبلها عبد العال، وكرة مرفوعة في مركز 4، ويطلع أحمد سعيد بكل قوة يضربها من فوق البلوك. محمد معوض بيكلمه وبيحمسه علشان كل كورة تكون خلصانة بالشكل ده. محمد عادل على الإرسال، ارسال فلوتر، استقباله بايظه، ويرفعها قربوع خلفي، وهجوم قوي من فريق سموحه، يخبط في الدفاع وكوره مباشره بنقطه لصالح فريق سموحه عشان تكون النتيجه 7-6. ارسال جامب فلوتر، استقبله احمد سعيد، وكره مرفوعه في 4، ويطلع يا ولد يا ولد يا احمد يا سعيد، ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده، ويعمل لاعب فريق نادي سموحه محاوله على الكوره عشان يحاول يدخلها في حدود الملعب، بس ما يلحقهاش اللاعب رقم 7 شريف رؤوف احمد. ونقطه مباشره لصالح النادي الاهلي عشان تكون النتيجه 7 الجميع. تاني تعادل خلال الشوط. ويروح اللاعب عبد الله عبد السلام
على الارسال، ارسال قوي جدا وكره مرفوعه في سته ويطير اللاعب منصور يشوطها خارج حدود الملعب عشان تكون النتيجه 8-7 لصالح النادي الاهلي. والتكنيكال تايم اوت الاول في الشوط الثالث، كابتن محمد مصلحي شايفه بيدي تعليمات لاحمد سعيد وبيشاور له على مركز اربعه. عبد اللطيف على طول في كل تايم اوت بيشد من ازر اللعيبه وبيحمسهم عشان يخلصوا الماتش للقب الدوري يا رجاله. بيتناقش مع عبد الله وبيتناقش مع قد، والهزار والكوميديا الفتى الاسمر عبد الله عبد السلام. ينتهي الوقت المستقطع الفني ويروح عبد الله عبد السلام على الارسال. ارسال سبايك بس بعقل وكره داخله سهله ملعب النادي الاهلي، يدافع عليها عبد الله عبد السلام ويرفعها محمد معوض لقض، وقض بيطلع يضربها تيجي حائط الصد وتخش حدود ملعب النادي الاهلي سهله، وترفع في مركز اربعه لاحمد سعيد يدافع عليها لاعبي نادي سموحه، ودبل بلوك من عبد الحليم وقض، ودبل بلوك تاني يدافع عليها عبد الله عبد السلام. يا سلام يا عبد الله يا عبد الحليم، المس المس بس عبد الحليم، ونقطه مباشره لصالح فريق نادي سموحه لتصبح النتيجه 8-0. ويروح اللاعب مروان عاطف رقم 8 على الارسال، مستني اشاره الحكم، يلعب ارسال سباك قوي جدا بس خارج حدود الملعب. محمد معوض فرحان بالنقطه، تقدم النادي الاهلي 9-8. نروح اللاعب احمد سعيد على الارسال، يلعب ارسال جامب فلوتر على لاعب مركز اربعه، كرة ترفع باك باس في مركز اثنين لكن حائط الصد طالع ماسك الكوره اللاعب احمد عبد العال واللاعب عبد الحليم عبو، ونقطه مباشره لصالح النادي الاهلي، النتيجه 10-8. محتاجين نقطه كمان يا احمد. ارسال جامب فلوتر موجه على لاعب مركز اربعه، استقبال بايظ قربوع يرفعها اي حاجه في اربعه، دبل بلوك يمسك الكوره، الكوره تاني في مركز اربعه ويطلع اللاعب مركز اربعه رقم سبعه يشوط الكوره بنقطه اللاعب شريف رؤوف، ونقطه لصالح فريق سموحه. وعلى تنفيذ الارسال اللاعب محمد ابو ريه رقم 11 ميدل بلوكر نادي سموحه، يلعب ارسال فلوتر قوي استقباله وكوره مرفوعه في مركز سته، يطلع احمد شفيق يشوطها بقوه بس تتاخد بلوك، بس البلوك بيلمس الشبكه وتحسب نقطه لصالح فريق النادي الاهلي. ودايما التقدم للمارد الاحمر نتيجه 11-9. استقباله وكوره مرفوعه سريع، ويا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله على الدفاع، ويعمل عليها محاوله علشان يدخلها حدود الملعب تاني لكن نقطه لصالح فريق نادي سموحه، النتيجه 10-11. توجيهات من الكابتن طارق الزفتاوي للاعب اللي على تنفيذ الارسال، ارسال فلوتر استقبال من عبد العال عبد الله يرفع كره في سته، يا ولد يا احمد يا سعيد، ايه ده يا ابني ده، ايه ده يا ابني ده، ما شاء الله عليك ما شاء الله، بيعمل فلاينج جامب من المنطقه الخلفيه للمنطقه الاماميه اكنه بيضرب امامي. نقطه مباشره للنادي الاهلي بسكور 12-10 على تنفيذ الارسال، لاعب قد يلعب سبايك سيرف قوي جدا استقباله ورفعه، ومروان يطلع يشوط الكوره من مركز سته تلمس في الدبل بلوك وتطلع خارج حدود الملعب عشان تكون النتيجه 11-12 لصالح النادي الاهلي.
لاعب على تنفيذ الارسال في انتظار كره. لاعب شريف رؤوف لاعب واعد سبايك سيرف استقبال المركز 6 من احمد سعيد بكره ترفع تحط لاحمد قطب بيطلع بعقل يا سلام يا قطب بيطلع بعقل يخلصها يحطها ليسنج ورا البلوك. دفاع فريق نادي سموحه يعمل عليها محاوله بس تقع وتبقى نقطه مباشره لصالح النادي الاهلي عشان تكون النتيجه 13-11. وعلى تنفيذ الارسال لاعب احمد عبد العال ارسال جامب فلوتر ويطلع المعد فربوع يحط السكند بول يطلع معاه البلوك بس نقطه لصالح نادي سموحه. وعلى تنفيذ الارسال اللاعب رقم 17 محمود رضا فتحي ارسال تكتيكي موجه على مركز 1 يستقبله عبد العال ويطلع محمد عادل من مركز 2. يا ولد يا عادل ما شاء الله عليك ما شاء الله قوه في الهجوم في خطوط النادي الاهلي منقطع النظير. بيتكلم محمد عادل مع عبد الله ومع قد. وعلى تنفيذ الارسال اللاعب محمد عادل استنى إشارة الحكم ارسال جامب فلوتر استقبال أي حاجة وكرة مرفوعة سريع ويطلع اللاعب محمد أبو ريا يحط الكرة سهلة بنقطة. النتيجة 13-14 لصالح النادي الأهلي. معد أحمد قربوع على الإرسال يلعب إرسال جامب فلوتر قوي جدا واستقباله من عبد العال تخبط في ايده وتطلع خارج حدود الملعب. ونقطة مباشرة لصالح فريق نادي سموحة. ارسال جامب فلوتر من كربوع استقباله صوابع ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله ويرفع كرة سريع يطلع اللاعب رقم 5 في صفوف النادي الاهلي لاعب منتخب مصر تحت 23 سنه عبد الرحمن ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. عبد الله عبد السلام يلعب ارسال سباق قوي جدا استقباله ومروان يضرب كوره عبد الله يطلعها محمد معوض بيرفعها في 2 لقطب قطب يطلع يشوط الكوره في الدبل بلوك ليبرو يحاول عليها تدخل تاني. ملعب النادي الاهلي سهله محمد معوض عبد الله عبد السلام سريع يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد كنت فين يا ابني كنت فين يا عبد الرحمن ما شاء الله عليك يا ابني ما شاء الله. نقطه مباشره للنادي الاهلي تصبح النتيجه 16-14 والتكنيكال تايم اوت الثاني في الشوط الثالث. يقترب النادي الاهلي من حسم اللقاء وحسم بطوله الدوري لهذا العام. اكيد فرحه كبيره منظومه ناجحه 100%. كابتن محمد مصلحي بيوجه اللعيبه بيقول لهم هم 9 نقط على البطوله روح جميله بين اللعيبه اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش محدش عنده مشكله المهم الفريق يكسب والفريق يتوج بكل البطولات او المسابقات اللي بيدخلها. عبد الله عبد السلام على تنفيذ الارسال نتيجه 16-14 لصالح الاهلي ارسال سبايك بعقل كره كونتر ياخدها عبد الرحمن الاولى ويطلع قطب يا ولد من فوق البلوكات من الدور العاشر يطلع يحط الكوره في نص الملعب واحمد سعيد بينط عليه فرحان فرحان ايه القوة دي؟ نقطة مباشرة نتيجة 17-14 لصالح النادي الأهلي. عبد الله عبد السلام سبايك سيرف قوي جدا 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 واستقبال من مروان كرة سهلة داخلة ونقطة مباشرة للنادي الأهلي.
نتيجة 18-14، غلطة في الاستقبال وكذلك غلطة في الإعداد، وكرة تروح أي حاجة، ويطلب الكابتن طارق الزفتاوي تايم أوت، والنتيجة 18-14. وما زالت التعليمات كابتن محمد مصلحي رامبو الكرة الطايرة، يشد على لعيبته علشان البطولة. لاعب شكري الجويني يشجع اللعيبة، واعتقد هو مش حاسس بفرق وسط اللعيبة المصريين. انتهي الوقت المستقطع، محمد معوض بيتكلم مع الغزال فتى الاسمر عبد الله عبد السلام. النتيجه 18-14. عبد الله على الارسال، سبات سيرب، حط الكره بعقل، استقباله بايظه، الليبر يرفعها لمركز 4. يا ولد على البلوك يا عبد الرحمن، يا ولد يا ولد نسبتك 100% يا ابني، بلوك وهجوم ما شاء الله عليك ما شاء الله، ربنا يحميك. النتيجه 19-14، تقترب المارد الاحمر من حسم البطوله والتتويج بلقب الدوري. كرة مرفوعه في 4، ويطلع لاعب مركز 4 نادي سموحه يشوط اي حاجه، محمد معوض يعمل عليها المحاوله وتدخل تاني ملعب سموحه، كرة سهله ترفع باك باص في 2، ويطلع اللاعب رقم 4 من فريق نادي سموحه محمد اشرف يحاول يحطها تاتش في ايد البلوك، لكن محاوله فاشله تطلع بره، ونقطة لصالح النادي الاهلي 20-14. ويطلب وقت مستقطع الكابتن طارق الزفتاوي لنادي سموحة علشان نزيف النقط، يحاول يقلص الفارق. التكنيكال تايم اوت في النقطة 16، كان الاسكور 16-14، وتفوق النادي الاهلي واخد 4 نقط، وسموحة متوقفة على النقطة ال 14. من ذكاء المدرب انه يطلب وقت مستقطع عشان يوقف النقط اللي بتتاخد منه بكل سهولة. عبد الله عبد السلام على الارسال، تاريخ حافل بالبطولات مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. عبد الله لاعب محترف، لاعب كبير ما شاء الله عليك يا عبد الله ما شاء الله، بيلعب كوره بسال سبايك خارج حدود الملعب. نتيجه 15-20 لصالح النادي الاهلي، تفوق للنادي الاهلي. لاعب مروان عاطف على الارسال، استقبال محمد معوض، عبد الله عبد السلام، ويا سلام عليك يا سلام يا سلام يا احمد يا سعيد، كوره من مركز 2 بيطلع يحطها بقوه في الخط، نقطة مباشرة وتكون النتيجة 21-15. أحمد سعيد على الإرسال، إرسال جامب فلوتر مركز 4، وكرة سريعة مرفوعة لمحمد أبو ريا يطلع يحطها، والدفاع يفشل إنه يرجع الكرة تاني، ونقطة مباشرة لصالح فريق نادي سموحة، نتيجة 16-21. محمد أبو ريع على الإرسال، إرسال جامب فلوتر، استقبال عبد العال، كرة مرفوعة لأحمد قد، الله عليك يا قد، كرة خلصانة من إيديك، ونقطة مباشرة 22-16. على تنفيذ الإرسال للاعب رقم 5 عبد الرحمن، لاعب منتخب مصر 23 سنة، انضم مؤخرا للمنتخب الأول. إرسال جامب فلوتر مركز 6، كرة مرفوعة من كربوع مركز 2، وهجوم من اللاعب رقم 4 محمد أشرف، يلمس حائط الصد الزوجي ويطلع بره الملعب. كابتن طارق الزفتاوي بيعمل تغيير، بيخرج محمد أشرف وبينزل خالد الفيومي كابتن الفريق. على تنفيذ الإرسال وصلنا على التتويج ببطولة الدوري 3 نقاط،
ارسال من خالد الفيومي، استقبال عبد الله عبد السلام، يرفع كره سريع، حلوه حلوه حلوه، يا سلام يا محمد عادل، نقطه مباشره علشان تكون النتيجه 23-17. احمد قطب على الارسال، نقدر نقول مبروك للنادي الاهلي تتويج ببطوله الدوري العام لهذا الموسم، مبروك للكابتن محمد مصلحي وجهازه المعاون على تنفيذ الارسال. احمد قطب، ارسال سبايك قوي جدا، استقباله وخالد الفيوم يرفع كوره مظبوطه قوي في مركز 6 للاعب رقم 8 مروان عاطف، ونقطه لصالح فريق نادي سموحه على تنفيذ الارسال. اللاعب رقم 7 شريف رؤوف، وتعليمات من خالد الفيومي. ارسال سبايك، محمد معوض استقبال، عبد الله عبد السلام، كوره هايله 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 هايله، محمد عادل يخلص كوره، ونقطه مباشره لصالح النادي الاهلي. سكور 24-18، نقطه واحده، وقطب بيكلم عبد العال وبيزقه وبيقول له خلص لنا دي بقى ايس. على تنفيذ الارسال عبد العال، جامب فلوتر يحط الكره في الاوت، النتيجه 19-24 لصالح النادي الاهلي. ارسال على مركز 4 وكره مرفوعه، محمد معوض واحمد سعيد يطلع يضرب كره قويه جدا، تاتش في البلوك وكره سهله تدخل تاني ملعب النادي الاهلي، ويا سلام يا احمد يا سعيد، يطلع يضربها قويه جدا جدا وترد تاني ويضربها ثالث مره في الاوت، ونقطه مباشره لصالح نادي سموحه عشان تكون النتيجه 20-24 لصالح النادي الاهلي. ويطلب وقت مستقطع كابتن ميدو مصلحي عشان يشوف، لازم يخلص النقطة دي، فرق بيتقلص وبيقل بعد ما كان 7 نقط بقى 4، يهدي لعيبته. وعبد اللطيف بيشجع اللعيبة بيقول لهم يلا نقطة واحدة. جامب فلوتر، احمد سعيد، عبد الله عبد السلام يرفعها لاحمد قطب في المنطقه الخلفيه، ويطلع قطب ويخلص النقطه ويخلص المباراه علشان يتوج فريق النادي الاهلي ببطوله الدوري لهذا العام، وفرحه كبيره 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 كبيره. يا سلام، مبروك لفريق النادي الاهلي الفوز بلقب الدوري العام لموسم 2017-2018، وهارد لك لفريق نادي سموحة، وكل التوفيق لفريق نادي الأهلي في بطولة أفريقيا المزمع إقامتها يوم 25 وصالة النادي الأهلي بالجزيرة. أعزائي متابعي ومشاهدي قناة النادي الأهلي، سعدت بلقائكم وأرجو أن أكون قد أسعدتكم. شكراً.